تماشيا مع متطلبات شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين واستجابة لتلك الإجراءات الدولية التي تفرضها منظمة الطيران المدني الدولي، نظمت شركة مطار البحرين تمرين الطوارئ 16 بمشاركة كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الصحة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين والشركات العاملة في مطار البحرين الدولي. الساعة 12 ظهرا بلغت وقت مجيئها. تستعد منطقة الشحن الجوي الواقعة في الساحة الداخلية من مطار البحرين الدولي لأن تكون مسرحاً لتنفيذ تمرين الطوارئ الوهمي 16. عناصر الحدث صفوة من كوادر مؤهلة تابعة لوزارة الداخلية ومن الإدارة العامة للدفاع المدني إلى جانب أطباء وممرضين يمثلون وزارة الصحة كعناصر إسعاف. لا يتحقق نجاح التمرين دون وجودهم. نشاط إجرائي يتم تنفيذه كل عامين تماشيا مع متطلبات شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين واستجابة للقوانين الدولية والعالمية التي تفرضها منظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو المعنية بتقييم مدى الجاهزية العليا للمطارات في التعامل مع أي طارئ. الحمد لله على نجاح هذا التمرين المشترك بين الإدارات الأمنية، وهذا التمرين يقام كل عامين حسب متطلبات منظمة الإيكاو، والهدف من هذا التمرين هو سرعة الاستجابة لجميع الإدارات المشتركة في هذا التمرين لسلامة أمن ومسافرين مطار البحرين الدولي. تمرين الطوارئ 16 كفيل بأن يخضع خطة الطوارئ بالمطار للاختبار وتقدير حجم القدرات والاستعدادات وفاعلية خدمات الطوارئ والإنقاذ في مطار البحرين الدولي ومدى جاهزيتها للتعامل مع الحوادث في حال وقوعها والتقليل من الأضرار التي قد تخلفها. نحن حاليا متواجدين في المطار، وذلك لعمل تمرين مشترك بين الجهات الأمنية وبين المطار، وهذا طبعا التمرين يحدث تقريبا كل سنتين، والتعاون يكون مشترك في حالة أي حالة طارئة. يكون طبعا جميع الجهات الأمنية مستعدة حق أي حالة طارئة. الدور الحقيقة احنا بلغونا عشان يجي يشوف المرضى يقيم حالاتهم وبعدين نطرشهم للسلمانية أو جهة ثانية، يعني أو سلمانية أو جهة ثانية، يعني مثلا مراكز صحية. الشركاء الاستراتيجيون والشركات العاملة في مطار البحرين الدولي هم الأساس أيضا في توفير الإمكانات الفنية واللوجستية التي يتطلبها التمرين لتحقيق النتائج المرجوة من وراء إتمامه والمتعلقة بضمان سلامة عمليات المطار المتنوعة والوقوف على طبيعة حركة الطائرات ومضي المسافرين من خلاله إلى وجهات مختلفة من العالم دون حصول ما لا يحمد حدوثه. إجراءات فرضت لتنفيذ هذا الاختبار لم يكن لها أي تأثير على عمليات المطار بمجالاتها كافة. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.